الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية الخلخال اليد في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأت المرأة المتزوجة خلخال اليد في المنام دل على الخير والسعادة القادمة لها، والله أعلم. إذا رأت المرأة الحامل خلخال اليد في المنام دل على زوال بعض الهموم البسيطة والمشاكل في حياتها، والله أعلم. إذا رأت المرأة المطلقة خلخال اليد في المنام دل على الفرح والبهجة القادمة لها، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء خلخال اليد في المنام دل على الزواج والارتباط للفتاة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تخلع خلخال القدم في المنام دل على التخلص من القيود، والله أعلم. كذلك يمكن أن يشير للمرأة المطلقة التخلص من همومها ومشاكلها، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء نزع الخلخال في المنام دل على اقتراب زوال بعض الهموم البسيطة والمشاكل، والله أعلم. إذا رأت المرأة الحامل نزع الخلخال في المنام دل على السعادة والخير القادمين لها، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها ترتدي خلخال فضة دل على السمعة الطيبة للمرأة، إذا رأت المرأة الحامل الخلخال الفضة في المنام دل على الخير والرزق الذي تناله المرأة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المطلقة الخلخال الفضة دل على تحقيق الأهداف، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء الخلخال الفضة في المنام دل على السيرة والخلق الطيب بين الناس، والله أعلم. إذا رأت زوجة ترتدي خلخال في المنام دل على المشاكل التي تقع بها المرأة. إذا رأت الفتاة العزباء خلخال في المنام دل على المشاكل والأزمات التي تتورط بها. إذا رأت المرأة الحامل خلخال في المنام دل على الوقوع في بعض المشاكل، والله أعلم. إذا رأت المرأة المطلقة خلخال في المنام دل على ما تتورط به من مشاكل وأزمات في الفترة القادمة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة خلخال مقطوع في المنام دل على اقتراب زوال المشاكل، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.